محافظة الغربية بتشهد تنفيذ تجربة ري الأشجار بالطاقة الشمسية من خلال استخدام تطبيق للتليفون المحمول، وبيتم تنفيذ التجربة في إطار المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر. التجربة اللي بتعتبر الأولى من نوعها في الري الذكي للأشجار من خلال خلية طاقة شمسية. التجربة دي صممها حي تاني طنطا بالتعاون مع الشركة البريطانية لتدوير المخلفات. تفاصيل أكتر معانا على التليفون الدكتور محمود عيسى رئيس حي تاني طنطا، نتعرف منه على التفاصيل. أهلا وسهلا بك يا دكتور، صباح الخير عليك. أهلا بحضرتك يا فندم، وصباح الخير على مصر كلها يا فندم. يعني إيه هنروي الشجر بالموبايل؟ إزاي دي؟ هي فكرة جديدة. طبعا فخامة الرئيس موجه ان الناس تتحضر للاخضر وال100 مليون شجره والحفاظ على الميه، على نقطه الميه. ففكرنا في فكره ابتكاريه جديده عندنا، عملنا خليه شمسيه، طورنا خليه شمسيه على الكورنيش. طورنا الكورنيش الفتره اللي فاتت كانت زي على القناه الاولى، ففكرنا ان احنا من ضمن التطوير ان هو لازم يبقى فيه زراعات. الزراعات زرعنا بطول 8 كيلو تقريبا حوالي 600 شجره. كويس قوي. فالري بتاعها بالطريقه التقليديه بيكلف عماله وعربيه ومواد بتروليه وسواق. ففكرنا ان احنا نعمل خليه شمسيه نستفيد من وجود المياه جنبنا على القاطب. عملنا خليه شمسيه وربطناها بموتور يرفع المياه من ترعه القاطب، وطورنا الفكره وربطناها بابلكيشن على الموبايل وشغلنا فيها الذكاء الاصطناعي بحيث ان تشتغل عن بعد، ان انا اقدر اروي الاشجار عن بعد بالابلكيشن. زي ما حضرتك شفت كده في حصل امبارح، وتفقد معالي الوزير التنميه المحليه اللي هو هشام امنه ومعالي الوزير المحافظ، ودي كانت من ضمن برضه المبادرات اللي فخامه الرئيس اتكلم عنها. احنا عندنا 100 مليون شجره المفروض ان نصيب الغربيه فيها، يعني وصل لعدد كبير. حضرتك وصلتوا لغايه كام في العدد دلوقتي في الزراعه؟ احنا وصلنا دلوقتي تقريبا ل 15,000 شجره بين شجر مثمر وشجر مزهر. شجر المزهر بنزرعه في الشوارع، بنحاول نختار انواع معينه عشان نحافظ على الهويه البصريه للحي. اخترنا انواع شجر من نوع الاكاسيا، يعني الحي بيتزين باللون الاخضر في الفتره دي. بصراحه عدد كبير جدا من الاشجار في جميع الشوارع، لان دي منهجيه احنا انتهجناها. في اي شارع بنطوره بيبقى فيه مكون اخضر، لازم يتزرع شجر يخلق رئه جديده لتجديد الهواء للمواطنين. اكيد. طيب، مبادره فرزاوي دي واحده من المبادرات الجديده ضمن سلسله مبادرات بيتم طرحها، ممكن تقول لنا تفاصيل عنها؟ طبعا احنا عندنا في حي تاني كان التحدي الكبير اول ما جينا اشتغلنا في الحي، ان في قمامه في الشارع. كنا عايزين نلغي فكره ان الناس تشوف قمامه في الشارع، وده كان من خلال الجمع المنزلي. اشتغلنا احنا كحي على الموضوع ودخلنا مكون تاني وهو القطاع الخاص، ان احنا نستفيد من امكانياته ومرونته. دخلنا شركه بريطانيه معانا. الحي عندنا متقسم 10 مربعات، الشركه واخده 4 مربعات والحي شغال في 6. عملنا جامع منزلي بحيث الناس ما تنزلش القمامه في الشارع. التطور الطبيعي للموضوع هو الفصل من المنبع. تطبيق فرزاوي ده بيسمح للمواطن ان هو اول ما بيدخل بياخد اللوكيشن بتاعه. بعد استخدام التطبيقات واضح جدا الشكل التكنولوجي والتطور التكنولوجي اللي ابتدى يظهر، وكمان تطبيق الرقمنه. كل الشكر ليك الدكتور محمود عيسى رئيس حي تاني طنطا، شكرا جزيلا ليك.